احنا دلوقتي في فصل الشتاء، طبعا الصيف والشتاء اكيد مهم جدا نعرف نحافظ او نحفظ الطعام بشكل سليم في التلاجة. ايه الطرق المفروض يتحط فين في التلاجة؟ طب ايه اللي يتحط في الفريزر؟ فمبدئيا الاول انا عايز احفظ الاكل ليه، انا عايز الاكل بتاعي يبقى امن ومفيد اطول فترة ممكنة. امن يعني ما يسببليش اي مشكلة صحية لو اكلته، ثم مفيد لان المشكلة ان ممكن اخزن اكلي بشكل سيء ارجع استخدمه ويبقى مجرد حشو بقى. محتاجة ايه؟ محتاجة عوامل اساسية بنسميها احنا كده في العلم نديها رمز فطوم. فالطوم ده يعني ايه؟ يعني مبدئيا التغذيه بتاعه الميكروب دي موجوده، يعني دي الصوره الموجوده قدامنا اختصار الكلمات. دلوقتي بقى في شركات بتنتج جهاز كده بالظبط بيقدر يشفط الهواء من الكيس اللي محطوط فيه الطعام. في منه لاستخدام البيت، يعني هو التعبئه طبعا في المصانع بتبقى كده، لكن في البيت بمنتهى البساطه. بس لو انا مش عندي، فانا عندي الفكره. ده طبعا من اهم النقط، التعامل مع اللحمه سواء وانا هدخلها الفريزر او اطلعها ازاي من الفريزر. اعتقد معظم الناس بتعمل كده، تصحى الصبح عندها شغل تروح الشغل، طب ترجع تلاقي طبعا اللحمه لسه ما فكتش، تروح ايه منزله الميه السخنه لا، على الميه السخنه بتعمل الغلطتين اللي احنا قلناهم في الاول. اللحمه ما ينفعش تسيب تبات بره، لكن لو حاجه مثلا فيها خضار من غير لحمه او جبنه او حاجه ما فيهاش لحمه، ما فيهاش حاجه اورجانيك، هل ينفع تتساب بره التلاجة في مثلا السقعية اللي احنا فيها دلوقتي ديت في الشتاء لتاني يوم عادي ولا لا؟ بصي حضرتك، هو ده برضو متوقف على وضعها. الاتنين دول لو سبتهم وهم في التلاجة بيعملوا تفاعل مع الاكل ويطلعوا مواد كيميائية خطيرة. لا ده اكيد شايفين الحاجات اللي هي متغطية بالاسود دي خطر، هي انها والالومنيوم انها تقعد في التلاجة بيها. المطلوب بقى انا لما اروح البيت اعمل ايه؟ فتحت وخدت الحتة او الحتتين اللي انا عايزهم، الباقي اشيله بنفس الكيفية، او الافضل ان يكون عندي علب بلاستيك بتاعة التلاجة انقل فيها بقية الجبنة واقفلها بشكل محكم، كل ما عاوز افتح اخد الحتة اللي عايزاها واشيلها تاني. يعني اخر نصيحة ارجوكوا، المثلث اللي مكتوب فيه رقم 5 هو ده الرقم الوحيد الآمن لأزايز المياه أو للعلب البلاستيك أو للأكياس. أنا يعني سعيدة إني كنت مع حضرتك حتى لو الوقت الصغير أنا ده. أنا بيقولوا لي دلوقتي ده أنا عندي لسه أسئلة كتير جدا. طب يعني لا لازم تجي لنا تاني قريب. أنا مستعدة جدا، يا رب إن شاء الله أشوف حضرتك ده أكيد، ونحاول نفيد الناس قدر المستطاع. وزي ما شفتوا المعلومات اللي اتقالت في الاول، هنكمل بقى دلوقتي بقيه المعلومات اللي كنا عايزين لسه نسال فيها، زي مثلا مده صلاحيه الاكل المطبوخ واللي مش مطبوخ بتبقى مده صلاحيه قد ايه، ونقدر نحتفظ بيهم قد ايه. نرحب تاني بالدكتوره ايه بدوي عبد السلام، استاذ مساعد الرقابه الصحيه على الاغذيه، مراجع دولي معتمد لانظمه الجوده وسلامه الغذاء، مدرب دولي محترف معتمد CIPT وكليه الطب البيطري جامعه القاهره. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، منوراني. ربنا يخليكي، حضرتك منوره. تسلم. اتفضلي بقى قولي لنا بقى. يعني الحمد لله ان احنا جات لنا فرصه نكمل اللي كنا طبعا بنقوله. احنا كنا اتفقنا ان الحاجات الاساسيه نتعلمها للحفظ، النقط اللي احنا عدناها في الريبورت، لازم اخلي بالي من درجه الحراره، اتفقنا ان في درجه حراره خطره 5 لـ60 احاول ان انا ابعد عنها. فالعامل التاني اللي عايزين النهارده نوعي الناس ليه هو الوقت. يعني انا حاطه في الثلاجه، طب قد ايه؟ طب سايبه بره قد ايه؟ حطيت حاجه في الفريزر تقعد مده قد ايه؟ عامل الوقت ده مهم قوي. اول حاجه مؤثره في عامل الوقت زي ما قلنا المره اللي فاتت درجه الحراره. تاني حاجه الطريقه اللي انا حافظه بيها. تعالي مثلا اقول لحضرتك، لو انا حطيت اكياس خضار في درج الفريزر، احنا معانا صور اكياس الخضار في درج الفريزر دي فيها نقطه مهمه قوي، هو بيتحفظ مده معينه. أيه. لو انا جايباه جاهز عليه تاريخ صلاحيه، لو انا محضراه في البيت فهو تقريبا نفس مده الصلاحيه 3 شهور. الثلاث شهور دول انا خلي بالي منهم ازاي؟ بترتيب الفريزر. لما احط الاكياس عندنا قاعده اساسيه جدا، الدور بالترتيب، اللي يخش الاول يخرج الاول. لما اجي احط في الفريزر ارتب بحيث اللي دخلته الاول يبقى في الاول والجديد يخش وراه. للاسف كلنا بنغلط، افتح الدرج اشتريت لحمه جديده، ده الدرج بتاع اللحمه اشيل احط فيه على طول. طب اما تيجي حضرتك تسحبي اوتوماتيك هتسحبي ايه؟ أول اللي فوق حاجة. الوش ده كان اخر حاجه داخله مش اول حاجه. فعشان اقلل الوقت قدر المستطاع بتاع الحفظ، مهم قوي نتعلم نرتب سواء الثلاجه، بحط حاجه في الثلاجه او الفريزر، والاهم من دول المعلبات. عندي درفة بحط فيها علب التونة، أو درج برص فيه علب أي حاجة، أكياس رز أكياس مكرونة، برضه نفس المشكلة إن أجي أحط كله فوق بعضه وأفضل كل مرة بسحب إيه؟ بسحب الجديد.
فحتى لو الحاجه الاكسباير ديت او تاريخ الصلاحيه اللي موجود لسه ممتد، يفضل دايما استخدام الحاجه اللي بقى لها مده عندي اكتر من الحاجه الحديثه عشان ما تقعدش مده طويله. حلو قوي الرصه دي، اول مره اشوفها. اه ده مهم جدا، دايما نحط في الدولاب فوق بعض. اه كده اسهل. ليه بقى؟ يعني ممكن حتى اخلي مميزه ان دي الاول في الاخر. أي. في الاخر اما اجي افتح الدرج اسحب الاول، يبقى ده اخر حاجه انا دخلتها في الاخر. تمام؟ فهي القاعده بتاعت اللي هيجي الاول اللي يجي الاخر يخرج الاخر. فرست ان فرست اوت. تمام؟